بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين، عليه أفضل الصلاة والسلام. سلام لمتابعين حياتنا بكل بساطة مع أمان. إزيكم يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يا ريت الأول مرة يشوف قناتي النهاردة ما ينساش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة هنعمل بديل هايل جدا للكريم شانتيه، تستخدميه حاجة روعة ومن غير إضافة لبن خالص. أنا لقيت منتشر قوي على اليوتيوب إن في بديل للكريم شانتيه بس بكوباية لبن. لا، النهاردة هنعمله مع بعضنا من غير لبن خالص. المقادير معايا سهلة وبسيطة وموجودة في بيوتنا كلنا، طبعا بيوتنا كلنا فيها بيض، فأنا معايا هنا في المقادير بتاعتي دول بياض 3 بيضات وحط عليهم رشة ملح، ومعايا هنا 3/4 كوباية سكر، ومعايا 1/4 كوباية مية، كيسين فانيليا، ومعايا نص ليمونة. أول حاجة هعملها هضيف المية بتاعتي على السكر، وهضيف معاهم عصرة النص ليمونة اهو، وهحطهم على النار ياخدوا غلوتين وهرجع لكم تاني. انا حطيت معايا المية والسكر والليمون، حطيتهم ياخدوا معايا على النار غلوتين، طبعا دوبت السكر على ما هما يغلوا معايا كده غلوتين كويسين. هبدأ اضرب البياض البيض، عايزاه يعمل معايا زي مرنج كده اهو. اهم حاجة حابة اقول بس حاجة قبل ما ابدأ الضرب، البولة لازم تكون ما فيهاش ولا نقطة مية، لو حتى دول فيهم مية هيفسدوا العملية خالص وهيبوظوا الدنيا خالص. كمان البياض وانت بتفصليه لو في سنة صفار هتبوظ برضو العملية معاكي، مش هيعلى معاكي خالص. الحاجتين دول لازم نخلي بالنا منهم كويس جدا. انا هضربه وارجع لكم. انا دلوقتي ضربته زي ما احنا شايفين بقى بالشكل ده، شايفين بقى عامل ازاي جامد ازاي؟ بصوا ما بينزلش من الطبق خالص اهو، شايفين بقى جامد جدا معايا. انا حاطه ذره ملح، انا حاطه ذره ملح فيه. انا دلوقتي خلاص ضربته وجهزت معايا ده السيرب اللي انا كنت عاملاه معاكم. هو سخن جدا على فكرة، يعني انا نزلته من النار حطيته في الكوباية عشان بس يسهل عليا صبه. هلم بس الخليط بتاعي ده كله، احاول المه كده. الادوات اللي بستخدمها كلها لازم تبقى ناشفة يا جماعة كده اهو. ممكن انت بقى تضربي في حاجة ملمومة شوية، وهبدأ اضيف واحدة واحدة. بسم الله مع الضرب كده. طبعا هو ده عامل تسوية البياض بتاعي، ده اللي هيسوي بياض البيض بتاعي. هلمه تاني علشان خاطر كله لازم يطولوا السيرب بتاعي او الشربات اللي انا عملته معاكم، لازم كله يطولوا علشان ده هو اللي هيسوي لي بياض البيض، علشان ما يبقاش في اي حاجة في بياض البيض نية، لان هو سخن يعني هو بيغلي خالص، يعني هو حاجة سخنة جدا. طبعا احنا عارفين الشربات وهو سخن بيبقى عامل ازاي، طبعا يعني محدش بيطيق لسع منه. فانا هكمل بقية الكمية مع الضرب اهو كده. انا ضفت كل الكمية، هضربه بقى لمدة 5 دقايق، لازم 5 دقايق متواصلين علشان يجمد معايا ويبدأ يبرد تاني معايا. هضربه وارجع لكم. انا بس نسيت اقول حاجة، انا هضيف
كيسين الفانيليا بتوعي بقى خلاص كده اخر حاجة، علشان هما دول اللي هيدوني الريحة والنكهة الحلوة بتاعته اهو كده، وهضربه لمدة 5 دقايق زي ما قلت ونرجع تاني. ده كان الشكل النهائي بعد ما ضربته لمدة 5 دقايق، حابة اوريكم شكله. شايفين يا جماعة وطعمه ما اقولكوش، يعني انا هدوق طعمه معاكم دلوقتي. هايل هايل، حابة اقول لكم طعمه مظبوط جدا. السكر بتضيفيه حسب الرغبة، يعني ما تشترطيش بالتلات تربع كوباية سكر، ممكن تحطي كمان ربع كوباية لو حباه مسكر قوي. مش بتحبيه مسكر او حباه دلع، ضيفي نص كوباية بس، يعني السكر ده اللي في ايديكي براحتك انتي. ده كان بديل الكريم شانتيه بدون اضافة لبن. ان شاء الله الفيديو الجاي نستعمله مع بعضينا في كيكة ان شاء الله. دي كانت حلقة النهاردة، يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسونيش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.